بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم في مراجعة ليلة الامتحان للصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية. طبعا احنا بنشكر شركة جاينتس اللي هم العمالقة دول اللي أهدونا هذا الملف اللي لخص فيه الجرامر بتاع تانية ثانوي، وهنحل مع بعض بعد الشرح مرة تانية على تمارين على الجرامر وتمارين على الكلمات، وهنشوف ازاي احنا ممكن نعمل باراجراف والنصائح اللي احنا هنبدأها في البداية ازاي انا هتعامل مع الامتحان. الامتحان بتاعنا طبعا انت على التابلت، وفي عندي امتحان ورقي هيكون عبارة عن الباراجراف، فأنا عايز حضراتكم ما تطلعش من الامتحان إلا وإنت متأكد إنك إنت أرسلت الامتحان. ولا بد التعليمات اللي موجودة عندنا إنه لازم يكون لكل طالب امتحان، يعني لازم يكون لك درجة. ما حصلتش الإلكتروني تطالب بامتحان ورقي، لازم تكون لك يعني امتحان. وفي نفس الوقت إحنا الحمد لله لم نبلغ بأي مشكلة في هذه المشكلة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الجرامر بيبدأ عندي بأول قاعدة موجودة عندنا عند حضراتكم زي ما انتم شايفين. هتشوف عندك موجود أول the present continuous اللي هو زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ده اللي هو المضارع المستمر. المضارع المستمر اللي موجود عندنا طبعا هتشوفوا حضراتكم، ثواني في ناس عايزة المذكرة هبعتها لها، هبعتها لهم تاني عشان في ناس مش عندها المذكرة، مش موجودة عندها، هنبعتها تاني اهو للناس اللي يمكن ما كانوش موجودين معانا من الأول. اهو بعتنا المذكرة اهو لضحى، وبعتنا للتنين اهو. تاني أول قاعدة بنتعامل معاها سنة تانية اللي هي قاعدة المضارع المستمر. المضارع المستمر اللي موجود قدام حضراتكم ده اللي هو بنسميه البريزنت كونتينوس. أي قاعدة لابد إن إحنا نستطيع ونكون عارفين إزاي نكون جملة، إزاي نكون جملة في الإثبات، نكون جملة في الإثبات، في النفي، في السؤال، في المبني للمجهول. انا القاعده بتاعتي تتذكر كده اهو، اعرف الجمله ازاي في المضارع المستمر تكون في الاثبات شكلها ازاي، لو حبيت انفيها يكون شكلها ازاي، لو هيجيني سؤال في المضارع المستمر هيبقى شكله ازاي، في المبني للمجهول اللي هو الباسيف ازاي تكون هذه الجمله. لو انا استطعت في كل قاعده ان انا اعرف اكتب جمله هتفيدني كالتالي: هتفيدني في حل الأسئلة الاختياري اللي موجودة عندنا، هتفيدني تاني في كتابة الباراجراف أو الإسي اللي مقرر علينا في هاي التمرين. بابا، تعال شوف، تعال شوف، تعال شوف. مين اللي عايزنا نشوف؟ تعال بسرعة. يا سمية، يا سمية رحاب، اعملي ميوت. في البريزنت كونتينوس في الإثبات يتركب هذا الزمن من الفاعل، وبعد الفاعل ام او از او ار، مضاف إليه الفعل اللي مضاف له اي ان جي. امتى اخد ام، امتى اخد از، امتى اخد ار؟ اذا كان الفاعل اي بتاخد ام ومعاها الفعل اللي مضاف له اي ان جي، اي ام ستيل دوينج ان اوبريشن. إذا كان الفاعل هي شي ات اللي هو بنسميه الغائب ده، ده بيكون الفعل المساعد از مضاف إليه الفعل مضاف له اي ان جي. إذا كان الفاعل يو أو وي أو زي، بناخد الفعل المساعد ار ثم الفعل المضاف له اي ان جي. فده اللي احنا بنتكلم عليه. بص المثال: زي ار ستيل دوينج ان اوبريشن. احنا حاطين لحضرتك ال ار والدوينج باللون الاحمر ليه؟
عشان هم دول اللي بيتشالوا في الاختشوز، بيتشالوا في الاختياري في الامتحان لما تكون انت موجود في الامتحان، بتعرف ان ده هو الجزئية اللي هيشيلها واضع الامتحان على اساس انك تختارها. لو انا حبيت انفي في زمن المضارع، حبيت انفي في زمن المضارع المستمر، هتلاقي نفس الجملة هي هي. I تاخد am بس في النفي تبقى am not. Is تبقى isn't. Are aren't. يعني مثلا لو انا خدت مثال على they، لو بصيت كده they are still doing an operation، لما حبيت اعمل لها نفي قلت they aren't doing an operation. Aren't doing an operation. لو انا حبيت اعمل سؤال في زمن المضارع المستمر، الأسئلة اللي موجودة عندنا في زمن المضارع المستمر سؤال بأداة أو سؤال استفهامي. إحنا مدين لحضرتك سؤال مثال على السؤال الاستفهامي، بتبدأ بآم أو إز أو آر، ثم سب، سب يعني سبجكت يعني الفاعل، ثم الفعل مضاف له أي إن جي. لو عايز تعمل سؤال بأداة بتضيف أداة قبل آم أو إز أو آر. أنا اديتك مثال استفهامي، Are you playing football now؟ إجابته بتكون يا إما yes I am أو no I am not. مما يتركب زمن المضارع المستمر في حالة المبني للمجهول، خلي بالك إحنا بنبدأ في المعلوم بدأنا بالفاعل، لكن في المجهول بتبدأ بالمفعول به. فلو أنا بصيت بقول آدي المفعول به ثم am أو is أو are زائد being زائد الفعل في التصريف الثالث past participle. خلي بالك. طب يا استاذ شطارتك هنا في الامتحان انك تعرف الجمله اللي هو مديها لك في هذا الزمن، هل هي في المعلوم ام المجهول؟ ازاي؟ قال لي حضرتك بتبص للكلمه اللي هو بادئ بها. هنا لو بصيت في المثال اللي هو في زي، شايفين زي doing an operation. Operation يعني عملية جراحية. العملية الجراحية ممكن زي هم يقوموا بها، فيمكن زي يكون فاعل وقام بعملية العملية الجراحية. لكن لو بصيت في المثال الأخير اللي بادئ بكلمة فوتبول، الفعل اللي موجود عندي بلاي فوتبول كرة القدم، لا يمكن أن تلعب، لكن فوتبول يمكن أن تلعب، فأصبحت كرة القدم مفعول به. فإذا فهمت من هذا الكلام أن هذه الجملة في المبني للمجهول، فتكون إجابتي football is being played، أي كرة القدم تلعب at the moment الآن. الناس اللي فاتحة المايك تقفلوا عشان ما تشوفوش على زمان. أنا عندي هنا في هذه اللحظة يعني عندي أحمد وأم كلثوم فاتحين المايك، يا ريت تقفلوه. أنا هخش الامتحان، طيب هعرف إزاي إن الجملة اللي هو مدهاني دي في زمن الـ present continuous، في زمن المضارع المستمر، في حاجة اسمها keywords، إحنا بنتعلمها في المدارس الكلمات الدالة على هذا الزمن. إيه الكلمات دي؟ at present، طبعاً الترجمة موجودة مش محتاجين نقولها يعني. as is time، now، nowadays، these days, just now, still, look, listen, watch out. Watch out هنا كلمة help يعني معناها بيقول لك خلي بالك، خلي بالك، بيقول لك خلي بالك من حاجة مستمرة الآن. وزي ما هنشوف بعد شوية احنا بنستخدم الزمن ده امتى. Be quiet، اهدى، always. واحد يقول لي يا أستاذ دي كلمة always احنا واخدينها على انها كلمه داله على زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، اقول له لا، خلي بال حضرتك انه كلمه always في زمن المضارع البسيط تدل على شيء متكرر or habit يعني حاجه بتحدث باستمرار او عاده، وتستخدم في الماضي البسيط ايضا للتعبير عن عاده كانت مستمره بس في الماضي او متكرره اسف في الماضي، وتستخدم يمكن جديدة على حضراتكم انه كلمة always كمان ممكن استخدمها في زمن الـ present continuous
بريزنت كونتينوس يعني زمن المضارع المستمر امتى؟ لما يكون انا عايز اعبر عن شكوى. وكلمه الرينج يرتب زي ما هنشوفها، لان زمن المضارع المستمر يمكن ان يستخدم للتعبير عن شيء مستقبلي نستخدمه زي ما هنشوف بعد شويه. المثال الوحيد اللي المثال اللي انا يعني اركز مع حضراتكم فيه اللي هو بتاع كلمه always ده. My little brother is always bothering me. يعني ايه بيقول؟ يعني بيقول اخويا bothering يعني معناها يضايقني، فانا بشتكي منه، بقول ده دايما عمال يضايقني، فهذا الفعل مستمر منه. فلذلك انا بستخدم زمن المضارع المستمر مع كلمه always، بالرغم ان كلمه always دي من الكلمات الداله على البريزنت سيمبل والباست سيمبل. في طبعا I have arranged، الجمله دي هنركنها شويه لانه هنتكلم عليها بالتفصيل لما نوصل لزمن الفيوتشر سيمبل. في مربع هنا عايز تخلي بالك منه، قال لي لو لقيت في الجمله كلمه still، اين تقع كلمه still اللي هي معناها لا يزال؟ قال هذه الكلمه اول او اخر، يعني طبعا هذه الكلمات اللي احنا بنتكلم عليها at the present، الكلمات الداله دي كلها تيجي في اول الجمله او اخرها. طب لكن كلمه still تيجي فين؟ قال بين جزئي الفعل. ايه هم جزئي الفعل؟ ارجع لك تاني، ادي جزئي الفعل. جزئي الفعل عباره عن am او is او are زائد الفعل مضاف له ing. فلذلك هو لما يستخدم كلمه still، ما انت شايف اهو قدامك اهي، حطها بين verb to be اللي هو الفعل المساعد وبين الفعل المضاف له ing، ودول اللي احنا بنسميهم اللي هم انا جزئي الفعل، بنسميهم جزئي الفعل اللي موجودين عندنا. بعد ما تطرقنا الى الزمن وتركيبه والكلمات الداله عليه، انا امتى استخدم هذا الزمان؟ بص كده، يعني هتلاقي احنا جايبين لك 7 استخدامات لهذا الزمن عشان تعرف. طبعا زي ما اتفقنا انه طول السنه احنا بنتكلم في كلمه واحده، عايزين طالب يبقى فاهم القاعده مش حافظ القاعده. تعالى امتى انا بستخدم زمن المضارع المستمر؟ 1، نمبر 1، يستخدم للتعبير عن مواقف مؤقته تحدث الان. يعني ايه؟ يعني حاجه تحدث الان وتخلص. تحدث الان يعني حاجه تتم ساعه لحظه التكلم وانا بكلمك. I am staying in London for 3 weeks in July. هنا بيقول لحضرتك انا اقيم في لندن ل3 اسابيع في شهر يوليو فقط. في شهر يوليو فقط، فهذه مستمره خلال فتره زمنيه محدده مؤقت. للتعبير عن موقف حالي يختلف عن الماضي، حاجه الان بعملها بس زمان ما كانتش موجوده. زي ايه؟ young people الشباب بتوع الايام دي aren't reading newspapers these days. وشوف خدت بالك انا حاطط لك كلمه ايه؟ خلي بالك، خلي بالك، لانه aren't people young people aren't reading newspaper. الشباب الايام دي لا يقرؤون الصحف هذه الايام، ولكن شباب الماضي كانوا يقرؤون الصحف. فهذا الامر موقف موجود الان ولكن لم يكن موجودا في الماضي. طيب استخدم البريزنت كونتينوس تاني امتى؟ قال للتعبير عن حدث يقوم به الناس مره تلو الاخرى. يعني ايه؟ انت جبت لك في صور السؤال why is he always playing his guitar؟ ليه؟ يعني من حين لاخر اخينا ده يعزف على الجيتار. خلي بالك، خلي بالك، عشان بتقول طبعا هو في اللحظه دي ما قالكش دي عاده متكرره مثلا يعني بيعملها كل يوم، ده من حين لاخر. هذا الشيء من حين لآخر. طيب كمان وزي ما قلنا وكررناها أكثر مرة، بنعبر عن أشياء تحدث في لحظة الكلام. Now الآن they are planning for founding يعني تأسيس a new project. إيه تاني كمان يا أستاذ؟ قال لي ممكن يجيب لك المضارع المستمر عن شيء، يعبر عن شيء حدث في تزايد، عمال إيه يزيد ويزيد ويزيد ويزيد. لو اتكلمت على الكسل بتاع تانية ثانوي كل ماله عمال يزيد ويزيد ويزيد ويزيد، بس احنا هنا جبناها على البلوشن. بلوشن التلوث، the pollution of the world
is rising very fast، يزداد بسرعة، كل ما انه عمال يزيد ويزيد ويزيد ويزيد، فبتستخدم له زمن المضارع المستمر. كمان استخدمنا present continuous، فاكرين يستخدم زمن المضارع البسيط المضارع المستمر للتعبير عن شيء سوف يحدث في المستقبل ولكن يخطط له الآن، نستعد له الآن، نرتب له الآن. وقلنا هذه الجزئية بنستخدمها مع الامتحانات، مع الرحلات، مع الحفلات، الأشياء اللي هتتم بكرة ولكن أنا أخطط لها الآن. وده أكثر تمرين بيستخدم في واضع الامتحانات لأنه هيخدم قاعدتين، قاعدة البريزنت كونتينوس والفيوتشر سيمبل، وده تتوقعه. We are traveling to London tomorrow as arranged، كما رتبنا. ده أنت لسه يا أستاذ هتسافر بكرة، إزاي بتستخدم لي مضارع مستمر يدل على شيء هيحدث الآن؟ قال لي خلي بال حضرتك، أنت هتسافر بكرة فعلا لكن برتبت إمتى؟ يعني أنا هسافر بكرة لكن أنا حجزت التذاكر وجهزت هدومي ورتبت كذا وخدت أجازة وعملت كل ده. فإذا ده كله ترتيبات، فالحدث أصلا اللي هيتم بكرة بدأ النهاردة، اللي هيتم بكرة بدأ النهاردة، فاستخدمت له البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. وبنرجع تاني ونكرر لحضراتكم الفعل اللي بيكون مكتوب باللون الأحمر ده هو الجزئية اللي بتشال بتحط مكانها فراغ في الامتحان. بنرجع تاني ونفكركم بكلمة always اللي احنا، أو يعني كلمة always أو كلمة constantly اللي هي باستمرار، دي دايما بستخدمها بالرغم ان دي بنستخدمها احنا في المضارع البسيط، الا ان هنا بنستخدمها في حاله، يعني اذا كان البني ادم بيعبر عن ضيقه او بيشتكي من حاجه وحاجه بتتكرر معاه على طول بيستخدم هذه الكلمات بين الفعل المساعد والفعل المضاف له اي ان جي. He is always leaving his clothes on the floor، يعني دايما بيرمي هدومه على الارض ويجري. بعد ما حضرتك عملت ده كله، ها، هل هذا الكلام ان هذا الزمن البريزنت كونتينوس يستخدم مع كل الافعال؟ ودي برضه معلومه لا يستطيع ان يدركها الا الطلبه الممتازين، وهذا يعني اللي مستواهم ممتاز يخلي باله من هذه الجزئيه تماما. هناك افعال تسمى static verbs، static verbs، هذه الأفعال التي تشمل أفعال اللي هي الحواس والتفكير والمعرفة والآراء والعاطفة والمشاعر، وأفعال الملكية وأفعال القياس. هذه الأفعال لا تأخذ صيغة ING أبدا، لا تأخذ صيغة ING أبدا إذا جاءت بالمعاني اللي احنا هنتكلم عليها بعد شوي. سي يرى، إذا جاءت هذه الكلمة بمعنى يرى لا تستخدم لها ING، لكن كلمة سي ساعات بتأتي في الجمل بمعنى أفكر. بعد 10 دقائق ممكن يفصل هذه الجزئية فهنخش مرة ثانية. إذا جاءت بمعنى يفكر هيبقى الأمر اختلف، عشان ربما تلاقيها تقول يا أستاذ احنا شفناها سي. كلمة هير يسمع، تيست يتذوق، سميل لوك. طبعا كلمة سميل وكلمة تيست هنا بمعنى يتذوق وهنا بمعنى يشم، لكن يمكن أن تأتي بمعنى له مذاق أو له رائحة، هنا ما تبقاش من أفعال الحس والشعور يا حضرات. خلي بالكم يا سنة تانية للناس طبعا اللي كانوا معايا من أول السنة الكلام ده احنا قلناه، لكن اللي داخلين لأول مرة يمكن لأول مرة يسمعوا هذه المعاني. وكلمة لوك ممكن تيجي بمعنى ينظر وتيجي بمعنى يبدو. الأفعال اللي ما أضفلهاش ING سينك إذا كانت بمعنى يعتقد أو يصدق، أما إذا كانت بمعنى يفكر فتأخذ صيغة ING. imagine يتخيل، نو دايما بيستخدموا الفعل ده، دايما بيستخدم الفعل نو يعرف، لا يأخذ اي ان جي اوعوا تنسوا. understand يفهم، believe يعتقد. افعال العاطفه like يحب، في like يحب ولايك مست احنا بنتكلم عليها على انها بمعنى زي ما انتم شايفين يحب. want يريد، love يحب، hate يكره، prefer يفضل، need يحتاج. افعال الملكيه يا حضرات خلي بالكم تاني، possess يملك،
اون يملك، هي لونج تو يملك، هاف يملك. ونقف عند كلمه الثلاثه الاولانيين دول ما بياخدوش اي نجيب اي طريقه، لكن الفعل هاف ده اذا جاء بمعنى يملك فهو لا ياخذ صيغه الاي ان جي. اما اذا جاء بمعنى يؤدي يتناول اي هاف بريكفاست، هنا ممكن ياخذ اي ان جي. ونرجع افعال القياس، ميجر يقيس، ويه يزن، ابير يظهر، كلها دي بمعنى الفعل سيم، بمعنى الفعل سيم. تعال الجزئيه اللي انا اتكلمت عليها، خلي بالك من اللي جاي، علشان الجزئيه اللي انا بتكلم عليها دي جات لحضراتكم في امتحان الترم الاولاني اللي هو رقم واحد. دي جات لحضراتكم لو انتم فاكرين، كان ارنت ولا ارنت بينج، ارنت ولا ارنت بينج، فاكرينها؟ دي الجزئيه نخلي بالنا منها تماما. ايه هي الافعال؟ بعض الافعال تستخدم في الازمنه المستمره طبقا مع الكلام اللي انا قلته من شويه، بس هعيده تاني. يعني الافعال اللي احنا قلنا عليها دي ما بتستخدمش في صيغه الاي ان جي، لكن لو اتغير معناها زي ما هنشوف بعد شويه. فيرب تو بي ده اللي هو ام واز وار دول ما بيتحولوش لصيغه الاي ان جي ابدا، الا عندما تكون في الجمله بمعنى يتصرف، يعني يقوم بسلوك معين. You are stupid، يقول له أنت غبي. ها، لو أنا قلت له You are stupid في هذه اللحظة، معناها إن هذه الصفة اللي موجودة في حضرتك مستمرة على طول على مدار حياتك. لكن لو أقول You are being stupid not now not usually، يعني أنت حضرتك في التصرف اللي تصرفت يومها كنت غبي، مش الآن. Not now أو not usually، يعني حضرتك مش دايما بتكون فيك صفة الغباء. في هذه اللحظة أنا ممكن أستخدم verb to be في صيغة الـ ING. طبعا دي جات مش هيكرروها تاني. الفعل think قلنا حضراتكم إذا كان بمعنى يعتقد ما ياخدش ING، بمعنى يفكر ياخد ING. الفعل have إذا كان بمعنى يملك ما ياخدش ING، إذا كان بمعنى يتناول أو يؤدي أو يأخذ تأخذ اي ان جي. الفعل سي إذا كان بمعنى هنا عند حضرتك يفهم أو يرى لا تأخذ اي ان جي. لكن إذا كان بمعنى يقابل، اي ويل اي ام سينج علي تومورو، هنا معناها أقابله، هنا في هذه اللحظة بناخذ صيغة الاي ان جي. الفعل فيل ساعات، هاو دو يو فيل، بماذا؟ ها، about، استخدم كلمة about هنا. What do you feel about your school؟ هنا كأنه بيقول له ما رأيك في المدرسة؟ خلاص؟ لكن إذا جاءت بمعنى يشعر، how are you feeling now؟ بما تشعر الآن؟ ما سألتكش عن رأيك في حد معين، ما سألتكش في رأيك عن حاجة معينة، يبقى إذا هنا دي شعور تأخذ ING. جايب معنى ايه؟ اقصد الفعل يشعر يعني. الفعل تيست ذو مذاق زي ما انا قلت لحضراتكم، يعني اذا كان ذو مذاق هنا في هذه اللحظه بتوصفه، يعني ذو تيستس يعني كانه يبدو، هنا ما تاخدش اي ان جي لانها ده شعورك انت واحساسك انت. لكن لو قلت مثلا از تيستينج ذا سوب، هنا معناها يتذوق بيدوب يعني. وطبعا هذا كل الكلام ده ينطبق على كل أفعال الحس والشعور كلها.